أيضا لا ننسى رئيس الاتحاد، عمل دؤوب، اتحاد مميز في توفير إمكانيات وبنيات تحتية. فقط ملاحظة كابتن يوسف على الملعب هذه ملاحظة مهمة، وأنا أحب أقول في الدقيقة 60 لولا أرضية الملعب كان ممكن المنتخب الموريتاني يسجل، لكن أرضية الملعب ساهمت في أن التمريرة ما تكون بنفس المستوى، طويلة أكثر، بسرعة. أيوة. أيوة. سرعة الكرة، وحتى تحكم اللاعب على الكرة ما كان جيد بسبب أرضية الملعب، يعني مش كان حساب على المنتخب المغربي. بس أنا أشوف أنه منتخب موريتانيا منتخب واعي، منتخب جميل له مستقبل. اتحاد يعمل على توفير كل المعينات، استقرار فني بوجود مارتينز، معرفته باللاعبين، إضافات جديدة، استقرار فني كمارة أكثر من أربع سنوات على رأس الإدارة الفنية، أيوة، من 2014، فبالتالي فترة طويلة حاليا. هذا يحسب للمنتخب الموريتاني. وأيضا لا ننسى أن وجود 17، أكرر ثاني، 17 محترف من منتخب قوام 27 لاعب، هذا يميز. لكن كما قلت لك أرضية الملعب كانت سيئة، بالتالي صعب أن تطلب أداء جيد، لأن قوة المنتخب المغربي دائما في وسط الملعب في عملية البناء. الفريق اللي يلعب الكرة بشكل جيد خصوصا في عملية البناء من الخلف تحتاج لأرضية ملعب جيدة، يعني حتى الكرات عدم السيطرة على الكرة، لا الكرة الطويلة ولا حتى بالنسبة للكرة القصيرة، بعض الأحيان تتغير مسارها يعني مع أرضية الملعب، وبالتالي كان صعب أن يعني المنتخب المغربي يقدم مباراة. لكن هي أهم شيء وأول شيء أنه تصدر المجموعة، لم يستقبل ولا هدف، هو هدف واحد ولا حتى مباراة الآن، وهدف واحد بعد فقط في التصفيات حتى الآن، نعم، وبالتالي لم يخسر ولا مباراة يعني منذ مجيء وحيد خليل. هناك ديناميكية جيدة من الفوز وكذلك تعادل مباريات خارج الملعب، وبالتالي شيء جيد للمجموعة بشكل جيد. ربما اليوم كنا نطمح أن نسجل أهداف، لكن الشيء الجيد أن نشوفنا لاعبين جدد، لاعب منير وكذلك اللاعب ماسينا شفناه أكثر شيء من الناحية الدفاعية، لاعب جيد، لاعب عنده مهارة، لاعب عنده إمكانيات جيدة، لكن ما شاهدناش أكثر جانب من الهجوم كما قلت في أرضية الملعب حتى.